إذا كنت من المتابعين الجدد لقناة وصفة سحرية، فأدعوك للاشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر على اليمين، وتفعيل خاصية الإشعار بالضغط على الجرس، ولا تنسوا دعم القناة بلايك ومشاركة روابط الفيديوهات مع أصدقائكم، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكل من يشاهد هذا الفيديو من قناة وصفة سحرية للوصفات الطبيعية. كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير وبصحة جيدة. في هذا الفيديو بإذن الله سأقدم وصفة طبيعية وسحرية لعلاج التآليل والزوائد اللحمية. والزوائد اللحمية هي عبارة عن زوائد جلدية تظهر في الجلد بالرغم من أنها غير مؤلمة، إلا أنها تشكل مشكلة مزعجة عند النظر إليها. أسبابها عديدة وأهمها الوراثة. يختلف حجم الزوائد الجلدية وتكون إما بلون الجلد أو ذات لون بني وتتدلى من الجلد أو مثل البتور، وعادة ما تكون على الرقبة وتحت الإبط والثديين، كما أنها تنمو على الجفون أو تحت طيات الأرداف. وللتخلص منها هناك من يلجأ إلى استئصالها بالعمليات الجراحية أو بالعلاجات الطبيعية. وفي هذا الفيديو سأقدم لكم وصفة طبيعية تقليدية تعالج الزوائد الجلدية وتقضي عليها نهائيا ولا تجعلها تعود مرة أخرى. إذن كما لاحظتم في الفيديو سوف نحتاج إلى مكون طبيعي، وهو مكون واحد فقط لا غير. سوف نحتاج إلى التين. كما رأيتم أحضرت غصن من التين من شجرة التين، قمت بقطفه لكي أشرح لكم الوصفة مباشرة كما ترون. طبعا سوف نحتاج إلى التين النيء الذي يكون بهذا الشكل، لونه أخضر ولم ينضج بعد، كما ترون هو صلب كثيرا. إذن كما قلت لكم سوف نحتاج إلى التين النيء وبالضبط إلى حليب التين الغير الناضج. من لم يجربه بعد فعليه بذلك لأنه فعال جدا، وطريقة استعماله للتخلص من الزوائد الجلدية والتآليل سهلة جدا. تأخذون التين النيء وتقومون بقطف حبة واحدة ونزعها من الشجر مباشرة، يخرج الحليب من هذه الفاكهة النيئة، ومباشرة تضعون الحليب على أو اللبن على التآليل وكل الزوائد الجلدية عندكم بهذا الشكل. تقومون بقطفها وبمجرد أن تقطفوها كما ترون الحليب يخرج مباشرة من حبة التين النيئ. تضعونها بهذا الشكل مكان التآليل، مثلا إذا كانت لديكم التآليل في اليد تضعونها بهذا الشكل، وتتركون ذلك الحليب على التآليل عندكم حتى يجف، لا داعي لغسله ولا أي شيء، تضعونه عليه وتتركون ذلك الحليب على التآليل، وتكررون هذه العملية عدة مرات في اليوم، وفي أقل من 3 أيام سوف تختفي التآليل عندكم وسوف تزول للأبد، لأن الحليب النيء يعالجها ويقضي عليها بطريقة سحرية. يمكنكم أيضا الحصول على الحليب الذي يكون في الحبة، ليس فقط في الحبة فهو أيضا موجود في الأغصان. يمكنكم أيضا أن تقوموا بنزع غصن بهذا الشكل وسوف يخرج الحليب من الغصن بهذا الشكل كما ترون من هنا. وأفضل شيء أن تستعملوا حبات التين النيئ، فهي غنية بالحليب، حليب التين. كما قلت لكم داوموا على هذه الوصفة عدة مرات في اليوم، ليس فقط مرة، 3 مرات 4 مرات، ولا داعي لغسل ذلك الحليب، تتركون ذلك الحليب على التآليل، يجب أن يجف عليه، وكلما وعندما يجف
تكررون العملية، تأخذون الحليب وتضعونه على التآليل، ففي خلال كما قلت لكم 3 أيام على الأكثر سوف تزول التآليل. هذه الوصفة هي مجربة وأحببت أن أتشاركها معكم لكي تستفادوا منها. وإذا لم تنفع معكم هذه الوصفة فعلى قناتي العديد من الوصفات لعلاج التآليل بطريقة طبيعية وبدون مضاعفات. ما عليكم سوى أن تبحثوا في قناتي، أو بالأحرى سوف أضع لكم روابط الفيديوهات في أسفل الفيديو أو في صندوق الوصف لكي تستفادوا منها. كما ترون يخرج الحليب بسرعة وهو وفير أيضا. هذه النقطة من الحليب فعالة جدا في علاج التآليل عندكم، شكله مثل الحليب تماما. إذا أصدقائي كانت هذه هي الوصفة السحرية لليوم لعلاج التآليل بطريقة طبيعية، أتمنى أن تجربوها وأن تفيدكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا لايك للتشجيع، واعملوا مشاركة لرابط الفيديو عبر وسائل التواصل لكي تعم الفائدة على الجميع، وأتمنى الشفاء للجميع. وإلى اللقاء في وصفة أخرى بإذن الله.